سوسو، طبعا انت اشتغلتي مع كتير من النجوم الرجال طبعا، اللي زي الاستاذ محمود ياسين والاستاذ حسين فهمي والاستاذ محمود عبد العزيز، واشتغلتي ايضا مع الكوميديانات استاذ عادل امام ومع الاستاذ سمير غانم. طبعا اشتغلتي مع سمير غانم؟ طبعا اشتغلتي معاه كم كتير فيلم؟ كتير كتير انا وسمير اشتغلنا كتير. طب ايه رايك لو جبنا لك سمير غانم دلوقتي على الشاشه يا ونشوف حبيبتي هيقول يا لك ايه؟ ريت، ده انا جميل سمير. الخير ازيك يا ست الكل، و معلش عشان انا لسه هسجل بعديكي، هسجل هنا في الشارع، مش هقول لك بسجل، انما جوني وقالوا لي ان انا يعني اتكلم واحييكي طبعا، وحشانه جدا. ولو قعدت افتكر الافلام الجميله اللي عملناها والايام الحلوه اللي قضيناها، حقيقي انت من الممثلات النادر ان اللي يشتغل معاه يبقى فعلا وحشه جدا سهير الرمزي. فانت مش وحشانا انا بس، وحشه الناس كلها، وحشه العالم كله. وغيابك فتره ورجوعك بالشكل الجديد الجميل ده، برضو سهير رمزي اللي بتدخل القلوب والناس في علاقه جميله بينها وبيها، وفي ثقه فيها كممثله، وجه جميل. طبعا رجوعي كان شيء حلو، بس احنا بنطمع شويه بقى يعني السينما والمسرح، ليه لا؟ فكرني واحنا جاهزين. هما سؤالين، السؤال الاولاني مش سامعه، ها؟ الصوت مش واضح، يمكن مدام صفاء تشرحها لحضرتك. ليه لما يا ريت تحققي رغبتنا ست الكل، وكل سنه وانت طيبه واحنا فرحانين بيكي جدا، وتحيه من القلب للفنانه سهير رمزي. والسؤال الثاني، يا ريت. شكرا. حاضر. جميل جميل جميل. حاضر. سمير حاضر. انا هرد على السؤالين بتوعك يا سمير. ويا رب برضو انت ايه يعني يريحوك السؤال الردود دي. ده الاولاني. تاني بقى، ايه رايك؟ الله. ايه رايك؟ رديت بصراحه ولا لا؟ وانا المستمعه الوحيده. خلاص، وانت اللي فاهمه ليه. فهمت الترجمه. هو طبعا بيسالك يعني عايزينك ترجعي اكتر ويبقى لك نشاط اكتر للسينما ومسرح. المسرح ده ممكن، ليه لا؟ لو ما هو النص، شخصيتك، الشخصيه، الدور، الكلمه اللي هقولها في العمل دلوقتي بقى دي الاساسيات، مش زي الاول بقى. طبعا. خلاص. فبقيت دلوقتي يعني بدور على العمل اللي اتحط فيه صح، واللي الجمهور يحبني فيه، تبقى رساله فيه. ودي في رساله، في كلمه، في هدف. انما مش لمجرد ان انا اطلع خلاص طلعنا كتير. انما ما فيش مشكله اذا كان ده مسرح، اذا كان ده تلفزيون، اذا كان ده سينما، ما فيش اشكال، ما فيش مشكله. بس هو الورق. الورق.